الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. فنانة جزائرية في الموسيقى الأندلسية. مهرجان ملحونيات مهرجان كبير وأنا كنت نسمع فيه وأنا في الجزائر. تعلمت بزاف من هذا المهرجان، والحاجة المليحة فيه سي كنتعلموا بزاف بزاف حاجات جدد. اوني بروش دو غران ميتر، يعني احنا متقربين نغوتروفي سي الله يبارك عليهم. بوبليك ماروكان اكسترا اوردينير، بوبليك ميرفيو، كانت تجاوب بزاف معايا و جو ماتوندي با فرانشمون à trouver déjà un public aussi nombreux ou حافظ يعني كلام ويتبع معاك كلمه بكلمه. سي تري تري انكوراجون pour l'art. ضياء زنيبر، سلاوية دوريجين، هي كنسكن في فرنسا في كان. الجمهور غزال ديال أزمور، وباين عليه بأنه جمهور كيحب الطرب الأصيل، وهذا كيشرفني بزاف. مهرجان ملحونية أزمور هي مشاركة اللي كنعتز بها بحكم أنني غنزيدها في السيفي ديالي. هذه واحد الحاجة اللي مشرفة، وهذه أول مرة اللي كنشارك فيها أنا في هذا المهرجان. ما توقعتش أنا غيكون عندي جماهير من مدينة أزمور. هذه واحد الحاجة اللي كتفرح كنظن أي فنان، لأن ولولا الجمهور لما الفنان غادي يكون. الجديد ديال عابير هي سيت اون روبريز ديال شكوري، سي ان ستيل دو لا شونسون ماروكين جويف، غادي يكون إن شاء الله أبخي لو موا دو رمضان. بغيت نخلي ابري عربز جود تالنت، بغيت نخلي ان بو دو روبو منا باش نتكونسونطرا على المهرجانات اللي عندي في هذا الشهر الكريم، وان شاء الله من بعد رمضان غادي تكون مفاجاه للجمهور المغربي. كنتمنى انه يتابعني. شي باش كويت ما عرفتي ما ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.